بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا محمد. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثامن الأساسي، درسنا اليوم مبرهنة فيثاغورس. هلأ أكيد كلكم اتساءلتوا لما سمعتوا باسم درسنا مبرهنة فيثاغورس، ليه إحنا سميناه مبرهنة فيثاغورس؟ سميت بذلك نسبة إلى الفيلسوف الرياضي اليوناني فيثاغورس اللي عاش لنا في القرن السادس قبل الميلاد، وبرجع الفضل له في وضع نظرية فيثاغورس. نظرية فيثاغورس يا تامن تتطبق على نوع معين من المثلثات، هو المثلث قائم الزاوية. في البداية رح نتذكر مع بعض ما هو المثلث قائم الزاوية. لو نظرنا إلى المثلث اللي في الأسفل، أولاً هو مضلع، جميع أضلاعه قطع مستقيمة ومغلق، بيحتوي على ثلاث أضلاع فأصبح اسمه مثلث. هذا المثلث يا تامن في زاوية قائمة فيسمى مثلث قائم الزاوية. إذن المثلث قائم الزاوية هو مضلع ثلاثي إحدى زواياه قائمة قياسها 90 درجة. هلأ بالنسبة لتسمية الأضلاع في المثلث قائم الزاوية، هذه الزاوية القائمة الضلع اللي مقابلها يسمى الوتر، وهو أطول ضلع في المثلث. إذن الوتر هو أطول ضلع في المثلث ويكون مقابل للزاوية القائمة فيها. الضلعين اللي ضلوا عندنا هدول اللي تعامدوا كما هو مبين وشكلوا الزاوية القائمة يسميان ضلعا القائمة. إذن الضلعان هما الضلعان اللذان يشكلان الزاوية القائمة. برجع بعيد، نظرية فيثاغورس رح نطبقها على المثلث قائم الزاوية. هلأ رح ننفذ مع بعض نشاط واحد من صفحة 8، ورح نستنتج من خلال هذا النشاط مبرهنة فيثاغورس. بقولنا النشاط معتمدا على الشكل المجاور، الشكل اللي في الأسفل، أجب عما يلي: واحد، ما نوع المثلث في الشكل؟ هلأ لو انتبهنا على الشكل اللي في الأسفل، نلاحظ يا تامن إنه هذا المثلث هو مثلث قائم الزاوية. 2، ما مساحة المربع المنشأ على الضلع القائمة؟ تعال نروح مع بعض على الضلع القائمة عين صاد، وبدنا نشوف مساحة هذا المربع اللي باللون الأصفر الكبير. عشان نعرف مساحة هذا المربع رح نعد المربعات الصغيرة اللي بالداخل، لما عديناهم وجدناهم هم 9 مربعات. إذا مساحة المربع المنشأ على الضلع القائمة 9 وحدات مربعة. السؤال الثالث، ما مساحة المربع المنشأ على الضلع القائم الثاني؟ تعال نروح على الضلع القائم الثاني في الرسمة اللي هو الضلع سين صاد، بنطلع مساحة المربع الكبير باللون الأحمر. رح نعد المربعات الصغيرة اللي بداخل هذا المربع، نجد إنهم 16 مربع. إذا مساحة المربع المنشأ على الضلع القائم الثاني هو 16 وحدة مربعة. السؤال الرابع، ما مساحة المربع المنشأ على الوتر؟ تعال نروح على الوتر اللي هو سين عين، بدنا نعد كم مربع صغير داخل هذا المربع. لو عديناهم رح نجدهم 25 مربع. إذا مساحة المربع المنشأ على الوتر يساوي 25 وحدة مربعة. تمام. إذا أول ضلع عين عين صاد طلعت مساحة المربع 9 وحدات مربعة، والضلع سين صاد طلعت مساحة المربع المنشأ عليه 16 وحدة مربعة. لو جمعنا يا تامن 16 وحدة مربعة مع 9 تعطينا 25، وهي بتساوي مساحة مين؟ مساحة المربع اللي احنا انشأناه على الوتر. اذا من خلال تنفيذنا للنشاط بنلاحظ ان مساحة المربع المنشأ على الوتر يساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين. من خلال تنفيذ النشاط نتوصل إلى مبرهنة فيثاغورس اللي هي بنطبقها حكينا من البداية على أي نوع من المثلثات؟ على المثلث قائم الزاوية. شو بتقولنا؟ مساحة المربع المنشأ على الوتر يساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين. وهذا يعني أن مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين، أي أن طول الوتر تربيع يساوي طول الضلع الثاني تربيع زائد طول الضلع الأول تربيع.
هلا راح نشوف مع بعض. في عنا مثال قلنا مثلث ها عين لام قائم الزاوية في عين. حدد لي انه في عندي مثلث وقال لي بالسؤال انه هذا المثلث قائم الزاوية في عين، وانا بلتزم بالزاوية القائمة اللي حدد لي اياها بالسؤال وما بصير اغيرها. فيه ها عين 9 سنتي طول الضلع ها عين 9 سنتي، وعين لام 12 سنتي طول الضلع عين لام 12 سنتي. احسب طول ها عين. هلا في البداية راح نيجي نرسم رسمة توضيحية بتعبر عن هذا المثال. ببلش اقرأ السؤال وارسم معه. قلنا في عندنا مثلث ها عين لام قائم الزاوية في عين، هي الزاوية عين هي الزاوية القائمة. اعطانا انه ها عين طولها 9 سنتي، اذا بثبت على الأسماء عند ها عين 9 سنتي وطول عين لام 12 سنتي، وبنثبت على الأسماء طول الضلع عين لام 12 سنتي. مطلوب احسب طول ها لام اللي هو الوتر في هذا المثلث. هلا بنلاحظ يا تامر مع بعض انه المثلث قائم الزاوية ومعروف اثنين من اطوال اضلاعه، وعندنا الضلع الثالث مجهول. فبإمكاني أنا أطبق نظرية فيثاغورس على هذا المثلث اللي بتنص أن طول الوتر تربيع يساوي طول الضلع الأول تربيع زائد طول الضلع الثاني تربيع. هلا برجع بعوض المعطى، بطلع رسمتي وبعوض المعطيات في السؤال. الوتر عندنا مش معروف فبنخليها طول الوتر تربيع تساوي الضلع الأول 12 سنتي نعوضها 12 سنتي تربيع، والضلع الثاني 9 سنتي نعوضها 9 سنتي تربيع. طول الوتر تربيع تساوي هلا بين 12 وبين السنتي هون في عملية ضرب، ومرفوع كل هذا القوة 2. حسب قوانين الأسس القوة توزع على حاصل الضرب، فرح نوزع القوة على 12 ورح نوزع القوة على الوحدة سنتيمتر، بتعطينا 144 سنتيمتر مربع زائد 9 وسنتيمتر بيناتهم عملية ضرب، كلها مرفوعة على القوة 2. فحسب قواعد الأسس توزع القوة على حاصل الضرب، بتعطينا 81 سنتيمتر مربع. هلأ بجمع 144 زائد 81 225، وسنتيمتر مربع تنزل. وصلنا أنه طول الوتر تربيع يساوي 225 سنتيمتر مربع، لكن إحنا بدنا نطلع طول الوتر، فبدي أخلص من التربيع، فباخذ الجذر التربيعي للطرفين. هلأ بروح الجذر التربيعي مع الطرفين، فبيعطينا طول الوتر يساوي موجب أو سالب 15 سنتيمتر. لكن الطول لا يمكن أن يكون سالب، لأنه طول الوتر بالنهاية هو ضلع، والضلع هي طول كمية قياسية. فراح نستثني سالب 15 ونصل أنه طول الوتر يساوي 15 سنتي. هلأ في عنا تدريب واحد من صفحة 81، وقلنا في عنا مثلث سين لام عين قائم الزاوية في لام، فيه سين لام 1 سنتي وعين لام 1 سنتي. احسب طول سين عين. أول خطوة رح أجي أرسم رسم توضيحية وأثبت عليها المعطيات. قلنا إنه سين لام عين قائم الزاوية في لام، في الزاوية القائمة لام، سين لام 1 سنتي ثبتها على رسم 1 سنتي، وعين لام وعين لام 1 سنتي ثبتها على الرسمة 1 سنتي. هلا بنلاحظ يا تامن ان المثلث اللي عندي هو مثلث قائم الزاوية، معروف اثنين من اطوال اضلاعه، وعندنا الضلع الثالث مجهول اللي هو الوتر، بدنا نطلعه. اذا كونه مثلث قائم الزاوية ومعروف اثنين من اطوال اضلاعه، وبدنا نطلع احنا طول الضلع الثالث، اذا انا بطبق عليه نظرية فيثاغورس اللي هي بتقولنا طول الوتر تربيع تساوي طول الضلع الأول تربيع زائد طول الضلع الثاني تربيع. هلأ طول الوتر تربيع مجهول تساوي طول الضلع الأول 1 سنتي تربيع زائد طول الضلع الثاني 1 سنتي تربيع. إذا طول الوتر تربيع تساوي 1 سنتيمتر مربع زائد 1 سنتيمتر مربع. إذا طول الوتر تربيع تساوي 2 سنتيمتر مربع. أنا بدي طول الوتر، بدي أخلص من القوة التربيعية هاي، فباخذ الجذر التربيعي للطرفين. إذا نستنتج إنه طول الوتر يساوي جذر 2 سنتيمتر. هلأ ما زلنا إحنا في تدريب واحد على صفحة 81، بدنا نشوف هلأ فرع 2 من التدريب اللي هو بيقولنا في عندنا مثلث ألف باء جيم قائم الزاوية في باء.
فيه ألف جيم 10 سنتي وفا جيم 8 سنتي، احسب طول ألف با. أول خطوة راح أرسم رسمة توضيحية مثل هاي الرسمة وأثبت عليها المعطيات، المثلث ألف با جيم قائم الزاوية في با. بنثبت ألف جيم حسب ما أعطانا إياها في السؤال 10 سنتي، وبا جيم أعطانا إياها 8 سنتي، وبننتظر طول الضلع هذا ألف با. المثلث يتامن قائم الزاوية ومعروف ضلعين من أطوال أضلاعه، وبنطلع طول الضلع الثالث إذا مباشرة نطبق عليه مبرهنة فيثاغورس اللي بتقولنا طول الوتر تربيع يساوي طول الضلع الأول تربيع زائد طول الضلع الثاني تربيع. هلأ طول الوتر حسب ما هو مثبت على الرسم معروف إنه يساوي 10 سنتيمتر، وطول الضلع الأول يساوي 8 سنتيمتر، وبنطلع طول الضلع الثاني. هلأ 10 سنتيمتر تربيع تعطينا هي 100 سنتيمتر مربع، و 8 سنتيمتر تربيع 64 سنتيمتر مربع زائد طول الضلع الثاني تربيع. هلا بدي أخلص من 64، فبنقص 64 سنتيمتر مربع للطرفين، بيصير عنا 36 سنتيمتر مربع تساوي طول الضلع الثاني تربيع. إحنا بننتظر طول الضلع الثاني، وبدي أخلص من هاي التربيع، فباخذ الجذر التربيعي للطرفين وبيطلع عنا 6 سنتيمتر يساوي طول الضلع. هلا في عنا سؤال 3 من صفحة 86 بقولنا عنا مثلث د ه و تطابق الضلعين، ركزوا تامين المثلث تطابق الضلعين. ما قلنا بالسؤال انه مثلث قائم، وما بفترض انا من عندي انه مثلث قائم الا اذا قال لي بالسؤال انه مثلث قائم بحط مثلث قائم، لكن اذا ما قال لي انه مثلث قائم انا ما بفترض من عندي انه مثلث قائم الزاوية، فبرسم اي مثلث متطابق الضلعين طول ضلعه 25 سنتي وطول قاعدته 40 سنتي جد ارتفاع. هلا اول خطوه راح ارسم رسمه توضيحيه مثل هاي الرسمه، انا رسمت لكم اياها جاهزه، اللي هو عندنا مثلث د ه و، قال لي انه هذا المثلث متطابق الضلعين، تمام؟ فبنعرف انه هذه زاويه الراس د وه و هي قاعده المثلث. قال لي انه طول ضلعه هذا دالها 25 سنتي وطول القاعدة هذا 40 سنتي. طلب منا السؤال جد ارتفاع. هلا مثل ما أخذنا بالصفوف اللي من قبل إنه الارتفاع هو العمود النازل من رأس المثلث على قاعدته، وكلمة عمود تعني إنها الزاوية بتساوي 90 درجة. إذا إحنا هلا تشكل عنا مثلث قائم الزاوية. بنعرف من خصائص المثلث الطابق الضلعين إنه العمود النازل من الرأس على القاعدة بنصف القاعدة. القاعدة كاملة تامن 40 سنتيمتر، إذن هذا العمود راح ينصف لي إياها 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر. نتطلع على هذا الجزء من المثلث على الجهة اليمين، واضح إنه هذا المثلث اللي هو مثلث قائم الزاوية معروف 2 من أطوال أضلاعه، بطلع طول الضلع الثالث اللي هو الارتفاع المجهول عندي اللي باللون الأحمر، عشان هيك راح أطبق نظرية فيثاغورس اللي بتقول لي طول الوتر تربيع تساوي طول الضلع الأول تربيع زائد طول الضلع الثاني تربيع. هلأ واضح عندي إنه طول الوتر 25، إذا بعوض طول الوتر 25 سنتيمتر تربيع تساوي الضلع الأول حسب ما هو معروف إنه بالرسمة تساوي 20 سنتيمتر تربيع، والضلع الثاني اللي هو مجهول إحنا بدنا نطلعه فبنخليه طول الضلع الثاني تربيع. هلأ رح نفك 25 سنتيمتر تربيع 625 سنتيمتر مربع تساوي 400 سنتيمتر مربع زائد طول الضلع الثاني تربيع اللي هو مجهول احنا بدنا نطلعه. هلا انا بدي اخلص من 400، فراح انقص 400 سنتيمتر مربع للطرفين، فبيستنتج عندنا 225 سنتيمتر مربع تساوي طول الضلع الثاني تربيع. احنا نطلع طول الضلع الثاني، انا في عندي مشكله انه مرفوع للقوه 2، عشان اخلص منها بيجي جذر بيساعدني، باخذ جذر انا للطرفين، فبتصير عندنا 15 سنتيمتر تساوي طول الضلع الثاني اللي هو ارتفاع المثلث. في عنا السؤال الرابع من صفحة 86 بقولنا في عنا مثلث قائم الزاوية ومتطابق الضلعين، ركزوا تامين هون قال لي انه قائم الزاوية ومتطابق الضلعين، يعني حدد لي بده شرطين بالمثلث اني ارسم مثلث قائم الزاوية ومثلث متطابق الضلعين. طول وتره 10 جذر 2 سنتيمتر جد طول كل من ضلع. هلا الخطوة الاولى راح انا ارسم رسمة توضيحية اي مثلث بده يكون قائم الزاوية ومتطابق الضلعين. حسب ما أعطاني هو في السؤال إنه طول الوتر 10 جذر 2 سنتيمتر، ثبتها على الرسم، جبت طول كل من الضلعين.
هلا هدول الضلعين متطابقين يعني لهما نفس القياس، راح افترض انه قياسهم يساوي س، راح افترض انه هذا الضلع طوله س وهذا الضلع كم طوله س. المثلث قائم الزاويه، اذا انا بتمكن اني اطبق عليه مبرهنه فيثاغورس اللي هي بتقول لي طول متر تربيع بتساوي طول الضلع الاول تربيع زائد طول الضلع الثاني تربيع. بنعوض عندنا المعطيات الموجوده في الرسمه، معروف عندنا من الرسمه ان طول المتر هو 10 جذر 2 سنتيمتر مربع تساوي الضلع الاول سنتيمتر، الضلع الاول س تربيع زائد الضلع الثاني س تربيع. هلا ركزوا معي هون، بين العشرة وبين جذر 2 في عنا عملية ضرب، بتمكن اني انا اوزع القوة عليهم، فبنوزع القوة التربيعية بتصير عنا 10 تربيع ضرب جذر 2 تربيع سنتيمتر مربع تساوي س تربيع زائد س تربيع. هلا 10 تربيع 100 ضرب جذر 2 كلها تربيع، روح التربيع مع الجذر بضل عنا ضرب 2 سنتيمتر مربع تساوي، رح نجمع س تربيع زائد س تربيع تعطينا 2 س تربيع. هلا بدي انا كل هدفي بدي اطلع س، راح اتخلص اول شيء من 2 اللي هو معامل س تربيع، اقسم الطرفين على 2 فبتعطينا 100 سنتيمتر مربع تساوي س تربيع. احنا ما زلنا بدنا نطلع س، وفي عندي مرفوعه لقوه 2، عشان اخلص من هذه القوه باخذ الجذر التربيعي للطرفين بيعطينا 10 سنتيمتر يساوي س. اذا طول كل ضلع من ضلعين القائمه في هذا المثلث يساوي 10 سنتيمتر. هلا في عندنا نشاط 2 من صفحة 82 من الكتاب، راح نطبق هذا النشاط بعدها راح توصل ان شاء الله الى نتيجة. بيقولنا في عندنا مثلث ألف باء جيم فيه ألف باء 3 سنتي وألف جيم 4 سنتي وباء جيم 5 سنتي. قارن بين مربع الضلع الأكبر ومجموع مربعي الضلعين الأصغر. هلا واضح انه من هو الضلع الأكبر عندنا اللي هو باء جيم طوله 5 سنتي، والضلعين الصغار اللي هو ألف باء 3 سنتي وألف جيم 4 سنتي. شو طلب منا السؤال؟ بدنا نربع أصغر ضلعين ونجمعهم يعني 3 سنتيمتر تربيع زائد 4 سنتيمتر تربيع، وبدنا نقارنها مع مربع الضلع الكبير اللي هو 5 سنتيمتر تربيع. هلا 3 سنتيمتر كلها تربيع 9 سنتيمتر تربيع زائد 16 سنتيمتر تربيع، بدنا نقارنها مع 25 سنتيمتر تربيع. 9 زائد 16 25 سنتيمتر مربع، بنلاحظ انها بتساوي 25 سنتيمتر مربع. اذا لو انتبهنا يا تامر انه مجموع مربعين الضلعين الاصغرين يساوي مربع الضلع الاكبر، اذا نستنتج انه هذا المثلث راح يكون عندنا مثلث قائم الزاويه، بما انه مجموع مربعين الضلعين الاصغرين يساوي مربع الضلع الاكبر. النتيجة بتقولنا إذا كانت مساحة المربع المنشأ على ضلع المثلث يساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين فإن المثلث قائم بالزاوية. هلأ في عندنا مثال قلنا بيّن إذا كان المثلث الذي أطوال أضلاعه 15 سنتيمتر 20 سنتيمتر و 25 سنتيمتر مثلث قائم الزاوية. عشان نبين إنه هذا المثلث هو مثلث قائم الزاوية راح طلع مجموع مربعين الضلعين الأصغرين ونقارنهم مع مربع الضلع الكبير. الضلعين الصغار هم 15 ديسمتر و 20 ديسمتر، راح أقارنها مع الضلع الكبير 25 ديسمتر. مربع الضلع الأصغر الأول هو 15 سنتيمتر تربيع زائد 20 سنتيمتر تربيع، راح نقارنها مع 25 سنتيمتر تربيع، تعطينا 225 سنتيمتر مربع زائد 400 سنتيمتر مربع، نقارنها مع 625 سنتيمتر مربع. 225 زائد 400 625 سنتيمتر مربع تساوي 625 سنتيمتر مربع. بما انه يا تاني طلع معي مجموع مربعين الضلعين الاصغرين في المثلث يساوي مربع الضلع الكبير، اذا المثلث قائم الزاوية حسب النتيجة اللي أخذناها. عندنا تدريب 2 من صفحة 81 قلنا بيّن أي أطوال الأضلاع الآتية تمثل مثلث قائم الزاوية.
أول فرع منها عندنا 4 سنتي، 8 سنتي، 11 سنتي، عشان أشوف أنا مين هدول أطوال أضلاع. هل ممكن إن هي تشكل لي مثلث قائم الزاوية؟ راح أطلع مجموع الضلعين الأصغرين وأقارنهم مع مربع الضلع الكبير. الضلعين الصغار هم 4 سنتي و 8 سنتي، والضلع الكبير 11 سنتي. راح نبلش 4 سنتيمتر مربع زائد 8 سنتيمتر مربع، راح نقارنها مع 11 سنتيمتر مربع. 16 سنتيمتر مربع زائد 64 سنتيمتر مربع، راح نقارنها مع 121 سنتيمتر مربع. راح نجمع 16 زائد 64 80 سنتيمتر مربع، والضلع الكبير طلع مربعه 121 سنتيمتر مربع. إذا بنلاحظ إنها 80 سنتيمتر مربع لا تساوي 121 سنتيمتر مربع، إذا المثلث غير قائم الزاوية. بما إنه مجموع مربعين الضلعين الأصغرين لا يساوي مربع الضلع الكبير، إذا المثلث غير قائم الزاوية. هلا من نفس التدريب من صفحة 83 بنشوف فرع 2 معطينا أطوال الأضلاع 30 سنتيمتر و 40 سنتيمتر و 50 سنتيمتر. بدنا نشوف إذا هاي الأطوال ممكن تشكل عنا مثلث قائم الزاوية. راح نجد مجموع مربعين الضلعين الأصغرين ونقارنهم مع مربع الضلع الكبير. الضلع الصغير الأول 30 سنتي والضلع الصغير الثاني 40 سنتي. راح نقارن مجموع مربعيهم مع مربع الضلع 50 سنتي. 30 سنتيمتر مربع زائد 40 سنتيمتر مربع راح نقارنها مع 50 سنتيمتر مربع. 30 سنتيمتر مربع 900 سنتيمتر مربع زائد 40 سنتيمتر تربيعي 1600 سنتيمتر مربع راح نقارنها مع 2500 سنتيمتر مربع. 900 زائد 1600 هي 2500 سنتيمتر مربع، والضلع الكبير 2500 سنتيمتر مربع. إذا بنلاحظ إنه مجموع مربعين الضلعين الأصغرين يساوي مربع الضلع الكبير، إذا المثلث قائم الزاوية. هلا راح نستفيد من برهنة فيثاغورس عشان نقدر نحدد نوع المثلث من حيث الزوايا دون رسمه باستخدام برهنة فيثاغورس. لتحديد نوع المثلث من حيث الزوايا نجد مجموع مربعين الضلعين الأصغرين ونقارنه بمربع الضلع الأكبر. رح يكون قدامي ثلاث حالات. أول حالة بتقولنا إذا كان مجموع مربعين الضلعين الأصغرين يساوي مربع الضلع الأكبر فإن المثلث قائم الزاوية. هذه اللي أخذناها إحنا قبل وحدينا عليها أمثلة. الحالة الثانية بتقول إذا كان مجموع مربعين الضلعين الأصغرين أكبر من مربع الضلع الأكبر فإن المثلث حاد الزوايا. ثلاثة، إذا مجموع مربعين الضلعين الأصغرين أصغر من مربع الضلع الأكبر فإن المثلث منفرد الزاوية. خلينا نشوف هلأ في عنا أمثلة. بقولنا حدد نوع المثلث من حيث الزوايا. معطيني مثلث أطوال أضلاعه 12 سنتي، 10 سنتي، 9 سنتي. بدنا نحدد نوعه، هل هو قائم الزاوية، حاد الزوايا، أو منفرج الزاوية. عشان نحدد نوع المثلث من حيث الزوايا راح نجد مجموع مربعين الضلعين الأصغرين ونقارنه مع مربع الضلع الكبير. الضلعين الصغار هم 9 سنتيمتر و10 سنتيمتر، والضلع الكبير 12 سنتيمتر. إذا 9 سنتيمتر تربيع زائد 10 سنتيمتر تربيع راح نقارنها مع 12 سنتيمتر تربيع. 9 سنتيمتر تربيع 81 سنتيمتر مربع زائد 10 سنتيمتر تربيع 100 سنتيمتر مربع راح نقارنها مع 144 سنتيمتر تربيع. 81 زائد 100 هي 181 سنتيمتر مربع، نقارنها مع 144 سنتيمتر مربع. 181 أكبر من 144 سنتيمتر مربع. إذا بنلاحظ إنه مجموع مربعين الضلعين الأصغرين أكبر من مربع الضلع الثالث، إذا المثلث هو مثلث حاد الزوايا. عندنا كمان مثال بقولنا حدد نوع المثلث من حيث الزوايا. معطيني مثلث أطوال أضلاعه 17 سنتيمتر، 24 سنتيمتر، 30 سنتيمتر، وطالب نحدد نوع المثلث هل هو حاد الزوايا، منفرج الزاوية، أو قائم الزاوية. مثل ما تعلمنا راح نطلع مجموع مربعين الضلعين الصغار ونقارنهم مع مربع الضلع الكبير. هلا الأضلاع الصغير هم 17 سنتيمتر، 24 سنتيمتر، والضلع الكبير
اللي هو 30 سنتيمتر. 17 سنتيمتر تربيع زائد 24 سنتيمتر تربيع راح نقارنها مع 30 سنتيمتر تربيع. 17 سنتيمتر تربيع 289 سنتيمتر مربع زائد 24 سنتيمتر تربيع 576 سنتيمتر مربع راح نقارنها مع 900 سنتيمتر تربيع. نجمع 289 زائد 576 تعطينا 865 سنتيمتر مربع. لو قارنا 865 سنتيمتر مربع مع 900 سنتيمتر مربع نجد انها 865 هي اصغر من 900 سنتيمتر مربع. اذا مجموع مربعين الضلعين اصغرين اصغر من مربع الضلع الاكبر، فالمثلث هو مثلث منفرج في الزاويه. اذا احنا استطعنا باستخدام مبرهن فيثاغورس من غير ما نرسم المثلث نعرف نوع المثلث من حيث الزوايا. هلا في عندنا مثال قلنا كمان حدد نوع المثلث من حيث الزوايا واعطيني اطوال اضلاعه 9 سنتيمتر و12 سنتيمتر و15 سنتيمتر. راح نجد مجموع مربعين الضلعين الصغار ونقارنهم مع مربع الضلع الكبير. الاضلاع الصغيره هي 9 سنتيمتر و12 سنتيمتر والضلع الكبير 15 سنتيمتر. اذا 9 سنتيمتر مربع زائد 12 سنتيمتر مربع راح نقارنها مع 15 سنتيمتر مربع. 9 سنتيمتر تربيع هي 81 سنتيمتر مربع زائد 144 سنتيمتر مربع نقارنها مع 225 سنتيمتر مربع. 81 زائد 144 225 سنتيمتر مربع، والضلع الكبير مربعه 225 سنتيمتر مربع. بما ان مجموع مربعين الضلعين الاصغرين يساوي مربع الضلع الكبير اذا المثلث هو مثلث قائم في الزاويه. هلا راح نتعرف على نوع جديد من المثلثات هو المثلث الثلاثيني السكتيني. المثلث الثلاثيني السكتيني يعتمد هو مثلث قائم الزاويه. هاي الزاويه اللي هون يعني قياسها 90 درجه. هلا الزاويتين الزاويه الف والزاويه جيم هذول الزاويتين متتامتين يعني مجموعهم 90 درجه. في المثلث الثلاثيني السكتيني الزاويتين الف وجيم راح تكون واحده من هاي الزوايا قياسها 30 درجه والزاويه الثانيه قياسها 60 درجه. اذا المثلث الثلاثيني السكتيني هو مثلث قائم الزاويه يحتوي على زاويه قائمه ويحتوي على زاويه قياسها 30 درجه وزاويه قياسها 60 درجه. احنا في المثلث الثلاثيني السكتيني راح نخلي عيننا دائما ونركزها على الزاويه اللي قياسها 30 درجه. هذا الضلع اللي انا مأشر عليه السهم الأحمر يسمى الضلع المقابل للزاوية 30، يعني جاي قدامها بالضبط بالها يسمى الضلع المقابل للزاوية 30. لو جينا يا تامن بدنا نشوف شو العلاقة بين طول هذا الضلع المقابل للزاوية 30 اللي هو الضلع باجي وطول الوتر في هذا المثلث. مين هو الوتر عنا اللي هو ألف جي. مثل ما هو مبين عنا إنه الضلع المقابل للزاوية 30 طوله 5 سنتي وطول الوتر عندنا 10 سنتي. اذا نستنتج انه في المثلث 30 60 الضلع كده احنا بنركز على اي زاويه على الزاويه 30 الضلع المقابل لهذه الزاويه 30 يساوي نصف طول الوتر. اذا نستنتج ان طول الضلع المقابل للزاويه 30 في المثلث 30 60 يساوي نصف طول الوتر. في عنا تدريب 3 صفحة 84 من الكتاب وقلنا في الشكل المجاوب جد طول الضلع سين عين مبرهن إجابتك، يعني بدنا نوضح. تعالوا نطلع هذا الشكل اللي موجود عنا. عنا مثلث سين صاد عين قائم الزاوية في عين ومعطينا هاي الزاوية اللي هون قياسها 30. إذا أكيد الزاوية صاد كم رح يكون قياسها 60 درجة. إذا المثلث سين صاد عين يعتمد ومثلث 30 60. إحنا دائما حكينا بنركز عين على أي زاوية على الزاوية 30. بالنسبة لهاي الزاوية 30 معروف إنه الضلع المقابل لها 6 سنتي. إذا مباشرة إذا الضلع المقابل للزاوية 30 هو يساوي نصف طول الوتر. إذا سين صاد رح تكون ضعف صاد عين. إذا بما أن المثلث 30 60 والضلع المقابل للزاوية 30 يساوي 6 سنتي إذا الوتر سين صاد يساوي 12 سنتي.
هلا ضل احنا ما طلعنا المطلوب، ركزوا معي، احنا شو مطلوب بدنا نطلع؟ مطلوب نطلع سين عين. المثلث قائم الزاويه ومعروف صاد عين 6 سنتي، وعرفنا بما انه هذا المثلث 30 60 والمقابل للزاويه 30 6 سنتي، استنتجنا من خلاله انه طول الضلع سين صاد يساوي 12 سنتي، اذا صار عندنا مثلث قائم الزاويه ومعروف تنين من اطوال اضلاعه. عشان نطلع طول الضلع سين عين بقدر اطبق وبرهانات فيثاغورس اللي هي بتقولنا انه طول الوتر تربيع بتساوي طول الضلع الاول تربيع زائد طول الضلع الثاني تربيع. هلا الوتر طلعناه 12 سم تربيع يساوي طول الضلع الاول 6 سم تربيع زائد طول الضلع الثاني اللي احنا بدنا نطلعه سين عين. 144 سم مربع تساوي 36 سم مربع زائد طول الضلع الثاني تربيع. هلا بدي اخلص من 36 فبنقص 36 سم تربيع على الطرفين. 108 سم مربع تساوي طول الضلع الثاني تربيع. احنا بدنا نطلع طول الضلع الثاني فقط، راح اخذ الجذر التربيعي للطرفين. اذا جذر ال 108 سم مربع تساوي تحت الجذر طول الضلع الثاني تربيع، اذا طول الضلع الثاني اللي هو سين عين يساوي جذر ال 108 سم. هلا في عندنا نشاط 4 صفحة 84 رح نطبقه مع بعض، ومن خلال هذا النشاط رح نتوصل كمان نتيجة جديدة في درسنا. بقولنا ارسم المثلث دال ها واو قائم الزاوية فيها، هي انا رسمت لكم اياه مثلث دال ها واو قائم الزاوية فيها. بقولنا نصف الوتر وسمي نقطة المنتصف جيم، هي انا نصفت لكم الوتر وسميت نقطة المنتصف له جيم. رأس القائمة مع النقطة ج، رح نوصل من عند رأس الزاوية القائمة ها رح نوصل لعند نقطة المنتصف ج بقطعة مستقيمة. بعدين ضرب لنا قارن طول القطعة المستقيمة هاي ها ج بطول الوتر. لو قارنا يا تاني كان عندي مثلث قائم الزاوية ونصفنا الوتر له ووصلنا من عند رأس الزاوية القائمة لعند نقطة منتصف الوتر بقطعة مستقيمة، نستنتج إنه طول القطعة المستقيمة هذه اللي باللون الأحمر ها ج الواصلة لرأس الزاوية القائمة ومنتصف الوتر تساوي نصف طول الوتر واو دال. إذا من خلال تنفيذ النشاط نستنتج أن طول القطعة المستقيمة الواصلة بين رأس القائمة ومنتصف الوتر تساوي نصف طول الوتر. هلا في عندنا مثال بقولنا مثلث ألف ب ج قائم الزاوية في ب، هي مثلث ألف ب ج قائم الزاوية في ب. ص هي منتصف الوتر ألف ج، ص منتصف الوتر ألف ج. إذا كان ب ص أن ب ص هي قطعة مستقيمة الواصلة من عند رأس الزاوية القائمة عند منتصف الوتر تساوي 7 سنتي، فما طول الوتر؟ هلا الوقت مثلث عندنا مثلث قائم الزاوية وعندنا صاد ب هي قطعة مستقيمة واصلة من عند رأس الزاوية القائمة عند منتصف الوتر، وحسب النتيجة اللي أخذناها إنها القطعة المستقيمة الواصلة بين رأس الزاوية القائمة ومنتصف الوتر تساوي نصف طول الوتر. بما إنه هاي القطعة المستقيمة طولها 7 سنتي، إذا راح يكون الوتر ألف جيم ضعفها فبيساوي لنا 14